المملكة الأردنية الهاشمية، والحين احنا مع تلفزيون عين علي الجنوب. فأنا تشرفت في ضيافة أهل الأردن، ناس أهل كرم وناس أهل محبة وود، يعني ما كأني أنا يعني بديرة ثانية، كأني أنا بديرتي الكويت. والله يحفظ الأردن ويحفظ الشعب العربي والشعب الكويتي والخليجي. فأتمنى الشعوب العربية والخليجية تكون في محبة وسلام. أقدم لكم نفسي، معكم الشيخة انتصار الصباح، دكتورة فخرية وسفيرة الإنسانية وسفيرة فوق العادة. أنا متطوعة لذاتي لاحتياجات الخاصة، وإحنا جايين مهمتنا على المملكة الأردنية، جايين علشان نشوف أخواننا وخواتنا ذو الاحتياجات الخاصة، ولنا اهتمامات وتطورات بيننا وبينهم. فإن شاء الله راح يصير تواصل بيننا وبين المملكة الأردنية ودولة الكويت، ويعني مو شيء غريب على دولة الكويت وعلى الأردن أن متواصلين مع بعض ولهم محبة ولهم شان. فأشكر أنا كل من تواصل معنا في ذو الاحتياجات الخاصة بالأردن، يعطيهم الصحة والعافية. فشيء وايد جميل أن إحنا نتواصل مع الشعب الأردني في محبة وراحة وطمأنينة. فأتمنى تكون زيارات متبادلة بيننا وبين الأردن ذو الاحتياجات الخاصة، نسوي دمج بينهم. فأتمنى هالشيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم مستشار عادل الراشد. صراحة سعدت اليوم وصولي إلى الشقيقة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، وسعدنا بلقاء رئيس مجلس النواب. وصراحة الكلام اللي قاله يعني خلينا احنا ككويتيين نحس ان شعب واحد مع الاردن. وطبعا هذا تبادل الثقافات بيننا وبين الاردن مطلوبة ضرورية، وخاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. والشيخ انتصار الصباح حريصة جدا على هذا المشروع، وان التواصل ما بين الاردن ودول الخليج والدول العربية مع الكويت لانصاف هذه الفئة ونصرتهم ومساعدتهم. واحنا شاكرين تلفزيون الجنوب، صراحة عيني على الجنوب، على صراحة المقابلة وفتحت فرصة لنا هذه لان نعبر عن شعورنا اتجاه المملكة الأردنية الهاشمية. وبارك الله فيكم، عساكم على القوة ان شاء الله. واخوي محمد ابو عدي الله يطول في عمره ما قصر معانا، هم ساعدنا وسوى الجدول، فكان اتفاقية بيننا وبينه، وكان هو ما شاء الله يعني ممارس معاي بالاتصالات، سوينا كذا وسوينا كذا والرحلة الفلانية. فقلت يعطيك الصحة والعافية، فجاهد معانا وصراحة ما أدري شنو نكرمه، بس لا مفاجأة اليوم وراح يتفاجأ فيها، الله يحفظه ويبارك فيه. والشيخ ما قصر معانا الله يحفظه، وإن شاء الله الشيخ له زيارة هو مع أبو عدي إن شاء الله يزون الكويت، وهذه مو قريبة عليهم، هذه ديرتهم الثانية. وأشكر حضور الملك الأردني على زيارته على أبونا صباح الأحمد الله يطول في عمره ويخليه، هذا مو قريب على مملكتكم إنكم تزورون الكويت وتطمئنون على صاحب السمو أمير البلاد. شرفتي سمو الشيخة، وكل الشكر وأهلا وسهلا في بلدك في الأردن. شكرا لك. مشكورين، ما قصرتوا، يعطيك العافية. العافية، شكرا. شكرا، ما شاء الله. أنا هذا المساء بضيافة الشيخة صباح، تكريمها لها وزيارتها للأردن، وإحنا بلد دائما نستضيف الأشقاء الكويتيين، والعلاقة المثالية ما بين الدولتين تنعكس أكيد بتقبلنا للآخر وصداقتنا معهم وبناء العلاقات، وزيارتهم لنا وأيضا
زيارتنا لهم، تحكينا اليوم عن هذا الشعور. بسم الله والحمد لله، هذا اليوم من الأيام المباركة على الأردن، وفي هذه المناسبة سبحان الله بقدوم هذا الوفد وهذه الشيخة اللطيفة استعادت الأردن الأراضي المغتصبة أو المحتلة البابورة والعمر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وثم بيقولوا يعني على وجوه هذه الثلة وهذا الوفد الطيب. وبالنسبة لدولة الكويت، دولة شقيقة ودولة عريقة ودولة بلد معطاء، ولم تقصر مع أي دولة عربية أو حتى أفريقية، فلها الباع الطويل بالمساعدات الإنسانية وغير الإنسانية. وأنا أكن لهذا الشعب وإلى أميره المفدى كل الحب والاحترام، ونشكر جميع كل من حضر وساهم في هذا اللقاء الطيب، ومنهم الأخ أبو عدي الهذلي وقناة عيني على الجنوب والتلفزيون الأردني الحبيب، وكل الحب والتقدير إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على فتح أبواب جميع أبواب المنافذ واستقبال جميع أشقائنا من جميع أقطار الدول العربية الشقيقة. ونتمنى لهذه الشيخة اللطيفة كل الحب والتقدير والتقدم والازدهار، وأنا أرشح هذه الشيخة رئيسة فخرية لجمعية الطفل المعاق الخيرية مكرمة جلالة الملك، لأنها تستحق، وإن شاء الله تكون سفيرة السلام هذا العام برئاستها في عمان الحبيبة. ولكم مني جزيل الشكر والعرفان، وأنا هذا الشيء لو شو ما نقدم لهذا الشعب الطيب الشعب الكويت العريق والله ما بنكافيه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني الأردن. هذه الزيارة اللطيفة الحميمة الجميلة الرائعة، تحكي لنا عن شعورك في هذا المساء في وجودك في بلدك الثاني الأردن، وأكيد ثقافتنا واحدة وثقافة متقاربة، حتى اللهجة وحتى الشكل لا تشعر أنك في دولة أخرى. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة من أول ما نزلت من الطيارة أمانة حسيت إني كني نازل الكويت، بلدنا بلد شقيق، واستقبال صراحة كان استقبال حافل جدا جدا جدا، ونشكر بعد السفارة الكويتية بعد ما قصرت باستقبالنا مع وزارة الخارجية في الأردن، كان استقبال كنا مع الشيخ أنصار الصباح، وطبعا معروف الشيخ أنصار المحب والداعمين لذوي الاحتياجات الخاصة، والزيارة هذه بهذا الخصوص، وإن شاء الله يعني نكون عون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية. وصراحة سعدنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب، صراحة الفائز إن استقبلنا وكان كلامه جدا حميم، وحب الشعب الأردني للشعب الكويتي وحبهم الخاص لحضرة صاحب السمو أمير البلاد صراحة ومع جلالة الملك، فكان عرض علينا زيارة جلالة الملك لحضرة صاحب السمو بس رد بالسلامة، يعني هذا من أقل الأشياء يعني بحق الكويت، وهذا شيء كلام يفرحنا طبعا، يفرح الشعب الأردني يفرح الشعب الكويتي، وحنا إن شاء الله امتداد إن شاء الله حق حضرة صاحب السمو في أعمال الخير إن شاء الله والمساعدة والمساهمة، وأميرنا معروف أمير الإنسانية، والشعب الكويتي إن شاء الله كل الشعب الإنسانية والشعب الأردني إن شاء الله. شكرا أستاذ عادل وكل الاحترام، وأهلا وسهلا في بلدك ثاني. الله يبارك فيك، شكرا لكم، شكرا للتلفزيون القديم صراحة، وتشرفنا يعني. أيوة لنا الشرف أستاذ عادل، بارك الله فيكم، الله يسلمك. وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك. يتشرف سعادة الشيخ محمد أمريان بتكريم ضيفة الأردن الشيخة انتصار الصباح، أهلا وسهلا بك. مشكور انتصار. يعني ولا واجبكم اكبر؟ قيمته كبيره دكتور، اخوي شيخنا
رائعه جدا. عشان هو صور بالراحه. بل اكثر من رائع. حالة حرفان. خلينا ناخذ صوره مع الشيخ هذا. ايش فيك؟ خلينا نصور معك. وايضا يتشرف الشيخ هنا بتكريم المحامي مساعد عزيز الرشيدي. حياك تفضل هون. تكلمي انت. تفضل. هاي شيء من بر احنا نقدمه لها الاهل. مو ممتاز، مو يا معود خلها يلا يا والآن أيضا تتشرف السيدة الشيخة بتكريم الأستاذة فضائل العنزي. تفضل. تفضل. تستاهل. شمال أنا بفضل. وين بس أغلبك؟ ضبط الصورة مش عارف ضبط الصورة. يعطاها لحظة ثانية. صور وايضا يتشرف الشيخ مريان وسعادة الشيخة انتصار بتكريم المستشار عصام الحسيني. بس الشيخ. يلا بسم الله. يلا من ابتسامة شباب. يلا خليك. يستاهل عشان الأردن يعني ها؟ هون يا شباب لو سمحتم. الله يوفقكم. وايضا ما صفرت ليش؟ فرحوهم انت لا في اولويه. وايضا يتشرف الشيخ مريان وسعاده الشيخه بتكريم السيد المستشار عادل الراشد. تسلم يا تسلم بارك الله فيك واياكم ان شاء الله. مشكور يا شيخ. هو نسيج مشكور يا شيخ انصار. وايضا التكريم الاخير مع المستشار بشاري السلطان. ما شاء الله انتم جميع. مشكله بدك لا مش يعطيك العافيه. وين امل؟ وين نجيب؟ يا حي تعال تعال لا 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 مدير الامن لا صور لا صور والله يا انت كل شامي لا بعد لا تعطيني لا والله ما شاء الله ما شاء الله الله يحميك.